تغير المناخي كشف عن أسرار مدفونة لآلاف السنين، وظهرت حضارات وآثار ناس لزمن قديم. في الأشهر الأخيرة تضرر العراق بشكل خاص من بعد ما تعرض لجفاف شديد. حقيقة هذا الموضوع جدا جدا مهم ووصل مرحلة الخطر. انتشر هذا الفيديو بشكل واسع في العراق مؤخرا، لا سيما مع الظروف البيئية القاسية التي تعانيها البلاد وعلى رأسها الجفاف. تشهد مناطق وأهوار العراق جفافا حادا هذا العام بشكل مخيف لم يحصل من قبل كما قيل. وسط هذه الأزمة أعلن دائرة الآثار في شمال العراق عن اكتشاف موقع أثري قديم تحت نهر دجلة، اكتشفوا علماء ألمانيين وأكراد، وكيقولوا أن هذا الاكتشاف كيساوي أهمية الحضارة المصرية. المدينة اللي اكتشفوها سميتها زاخيكو. هذه المدينة كترجع لحقبة الإمبراطورية الميتانية واللي كيبلغ العمر ديالها أكثر من 3400 عام. هذا الاكتشاف بان من بعد ما ظهرت أجزاء من أصور المدينة من بعد ما قلت نسبة المياه في نهر دجلة نسبة 70%. حبس ينبع نهر الفرات من الأراضي التركية وكيمر عبر الأراضي السورية وكاين حاضر للجنوب باش يخترق الأراضي العراقية واللي كيتفرع منه عدة قنوات. فشنو سبب هذا الجفاف؟ أولا قلة التساقطات اللي كتشهدها العراق، ولكن السبب مهم في هذا الشيء. فكيقولوا أن السدود التركية وراء أسباب انخفاض منسوب نهر الفرات. في أي وقت؟ بسبب السدود التركية. ولا تزال تركيا ماضية في بناء المزيد من السدود على نهر الفرات ودجلة اللذين يمثلان شرايين الحياة لسوريا والعراق، وهو يضيف إلى أسباب انخفاض منسوب نهر الفرات. وأيضا إيران اللي حتى هي قامت ببناء سدود على رواتب نهر دجلة، هذه مش المرة الأولى اللي كتظهر فيها المدينة من فوق الماء. ففي عام 2018 انحصر السد ولكن بنسبة قليلة، وهذا الشيء ما كانش كافي باش يكتشفوها علماء الآثار ويوثقوها قبل ما يرتفع منسوب المياه ويغطيها مرة أخرى. حنا كمسلمين كنآمنوا بلي قبل قيام الساعة كاينين علامات الساعة الصغرى والكبرى، وهذا الاكتشاف في المدينة فكر بزاف الناس أحد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيتكلم فيه عن علامة من علامات اقتراب الساعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من كل 199 فيقول كل رجل منهم لعلي أن أكون أنا أنجو. يعني انهم بعد ما يظهر الجبل من الذهب غيتهافتوا عليه بزاف الناس، واللي غادي ينوض حرب كيموت فيها من كل 100 99 واحد، والشخص اللي غادي يبقى غيقول لعلي انا الناجي وغيرجع عاوتاني يلقى الناس بزاف وغادي يتقاتل معاهم. هذا الشيء علاش بزاف الناس تخلعات بعد ظهور المدينه الاثريه واعتبروها واحده من علامات الساعه، وهذا الشيء اللي اكدوا اساتذه وعلماء بجامعه الازهر. وباش نكونوا موضعيين، هذه المدينه اللي اكتشفوا دابا فيها لا ذهب لا كنوز من غير الاسوار والمباني والقطع الاثريه من الطين والفخار. ولكن الإمبراطورية الميتانية كانت لها عاصمة مشهورة سميتها واشوكاني، هذه كلمة كردية واللي كتعني بئر الخير أو مصدر الثروة، يعني تقد تكون اسم على مسمى. وتكون المدينة شحال هذه فري كانت غنية، وهذا الشيء اللي كيأكدوا التاريخ أن الإمبراطورية الميتانية عاشت عصور غنى كبير لدرجة كتحكم في طرق التجارة ما بين الدول اللي فيها الأنهار. فشنو غادي يوقع على ظهر جبل الذهب في الفترة القادمة؟ مع أننا كنعيش أوضاع اقتصادية طايحة بسبب الغلاء وكثرة الحروب والأوبئة، فظهور الجبل غيتسبب في صراع كبير ما بين الناس بسبب الفقر والمجاعة، وهذا الشيء اللي خبرنا به الحديث النبوي. ولكن الموضوع ماشي بحال ما كايات. المدينة اللي اكتشفوا كانت من بعد تراجع نهر دجلة، والحديث الشريف كيقول أن نهر الذهب غيظهر في نهر الفرات، ونهر الفرات ما تراجعش بزاف بالنسبة لنهر دجلة. من هذا الشيء كامل نقدر نقولوا أن هاد العلامة الساعة ماشي هي. ولكن حباس كاين واحد ثلاثه النقاط اللي مهمين بزاف. اولا نهر دجله والفرات منبعهم واحد، وهو من جبال طوروس اللي في تركيا، ويقد يكون هذا السبب فاش كنقولوا نهر دجله والفرات وماشي نهري دجله والفرات. ثانيا ان بعض الابحاث كتقول ان عاصمه الامبراطوريه الميتانيه اللي كانت سميتها واشوكان كانت مبنيه عند نهر الخابور، هذا النهر هو من روافد نهر الفرات. والنقطه الثالثه واللي مهمه بزاف، هذه قبل شي ايام تم اكتشاف اثري نتيجه تراجع مستوى الماء في نهر الفرات. الاكتشاف كان مجموعه من المدافن الاثريه واللي كترجع لحقبه ما قبل الاسلام واللي تعرفات بمملكه تلبوس. هاي مقبره اثريه طبعا شايفين حد النهر حد السواد، هذا كان نهر فرات حد السواد. شايفين لون الصرف بسين هاي اللي وصلت كيقولوا ان هاد القبور كانت اللي كبار الشخصيات في الدوله الاشوريه. واش ديك القبور فيها الكنوز والثروات ملوك الدوله الاشوريه اللي كانت كتزامن مع العصر الفرعوني، لان دفن الممتلكات مع الميت كان من قواعد الدفن المتعارف عليها في الدول القديمه. فهل دفن الثروات اللي في القبور غتفسر كلمه الذهب اللي تقالت في الاحاديث، ولا باقي الجبل مخبي تحت الماء واللي غادي يظهر مع مرور الوقت وغيكون جبل الذهب اللي تكلم عليه الحديث الشريف؟ هادشي كان غير مجرد تساؤلات.
يعني كان منطق خوت سواء كانت هذه معلمة الساعة ولا فكنا غادي نموت والقيامة جاية، أما نتسناوش علامات باش نفكروا على طريق غادي نسلكوه.